السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو غيكون تتمة للفيديو السابق من أهم البازارات بإسطنبول اللي هو سوق الأربعاء بالفاتح. كيف سبقت وذكرت لكم في الفيديو السابق أن هذا الفيديو غيكون مختص بالأواني ديال المطبخ والديكورات. بزاف منكم كانوا كيكتبوا لي في التعليق ركزي لينا على المواعين على داكشي ديال الكوزينه راه زوين، لذلك خليت لكم هذا الفيديو خاص بالأواني. غادي نشوفوا ان شاء الله فيه الأشكال الجديدة. كيف كتعرفوا كل أسبوع كيكونوا حاجات جداد، وغادي نشوفوا أيضا الأثمنة ديالهم. خليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. هنا غنبداو بلي طاس، حتى داك لي طاس لي شفتوهم قبل ترونسبارون وهادو اللي غنهزهم دابا ب 15 ليره، قولوا 20 درهم، يعني واحد 2 دولار تقريبا، 2 اورو ما كاملاش. وايضا ولينا كنلاحظوا مؤخرا بزاف تعطاو لهادو ديال الخشب في التقديم، وحتى في يعني دي بلاطو بحال هكا كتحطي فيهم لي طاس، اولا كتحطوا فيهم بحال هكا الفرماج ولا ديسير ولا بزاف ديال الحوايج كيجيو زوينين في المنظر. هادو كاملين دايرين ليهم 15 ليره تقريبا، غادي نشوفوهم بلايص اخرين وعلى اشكال اخرين. كيف سبق ذكرت لكم دابا 15 ليره هي تقريبا واحد 20 درهم اللي هي 2 دولار. وبزاف طوابل هكا كيكونوا دايرين بريفيكس، يعني كل بلاصه والثمن ديالها، بحال كي كتشوفوا دايرين 15 ليره، هنايا ديال 25 ليره، وكاين 35 ليره، وكاين هنا ديال 45 ليره. هاد لي مول راه لاحظتوا كنت صوبت لكم فيه كيكه ديال الماندارين، بزاف منكم اللي عجبو المول. ها هو من هنا نيت منين خديته ب 45 ليره، غير هو صعيب بزاف في الغسيل ديالو وفي الديمولاج باش يتحيد الكيك، غير بغيت نعلمكم من هنايا. هادو كاملين اللي كتشوفهم تاد لي مول كاملين باقيين جداد وراهم تقالين في الوزن ديالهم ب 45 ليره، قولوا واحد 55 درهم، 5 اورو 6 دولار. المهم هادو كاملين اللي كنهز دابا، هاد المقله هكا ديال لي كريب، وهادو اللي كيكونوا ديال الوليدات الصغار فيهم هكا ايموجي زوينين صراحه لي كريب بانكيك. المهم فيهم مشكلات كاملين هادو دابا هنايا، حتى هاد المقالي الكبار داير ليهم 45 ليره. كاينين شي وحدين غرانيت، كاينين شي وحدين المهم مخلطين. كيف كتشوفوا دابا هاد لي مول ديال لي كيك، هادو هما اللي ولاو دارجين هاد الوقت، الشكيلات ديالهم زوينين. هذا خلاص، كنت شفت واحد السيده في انستغرام صاوبات بيا واحد الكيك والوسط عمرتها بلا كريم، جا الشكل ديالها زوين بزاف. كيف كتشوفوا راه هما دوك البرارد ديالهم واحد فوق واحد، كاينين 12، كاينين المهم الاثمنه كتختلف والكاليتي بيان سور كتختلف على حسب الثمن. هادو حتى هما زوينين ولكن تقالين واحد شويه. قلت لكم هنا الاثمنه كتراوح من 20 حتى ل 55 درهم على حسب الجهه فين كتهزلو. وهنا هاد السيد داير لي طاس وداير حتى ديك الجبيبينيات، سورتو عنده بزاف لي طاس وسوطاس. ما نعاودش لكم الزحام 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 كيكون عليه بزاف، يعني حتى باش نصور على راحتي كيف كتشوفوا قوه الناس بزاف. حيت الثمن داير ليهم رخيص، داير ليهم 4 ليره البياسة، يعني 5 دراهم، نص اورو ولا نص دولار. وهذاك الخشب التحتاني حتى هو نفس الثمن، من التحتاني واقيلا ب 5 ليره ديال العود، ب 5 ليره زيد ليره وحده. كيف كتشوفوا كتعزلوا اللي بغيتوا، يعني فحال دابا انا كنت كنعزل واش ندير هذا مع هذا، المهم تختاروا اللي بغيتوا. كل بياسه كتخلصوا عليها بوحديتها. وكاينين حتى فحال دابا هاد لي طاس غوز، كاين لي سوطاس ديالهم في الغوز، كاين لي سوطاس تبسلات بالكحل، يعني كاينين ديالهم. غير هو دابا كما قلت لكم دارج شويه الخشب، كيجي المنظر ديالو زوين وتقدريه ديريه مع بزاف ديال الحوايج، يعني ماشي بالشرط هذاك الطاس ديريه مع السوطاس ديالو. وكيف كتشوفوا راه الناس هنايا كتعزل، كل واحد كيعزل الشكل اللي بغا، كاينين بزاف ديال الشكل والالوان عنده، يعني غير تعزلو 4 ليره. كيف كتشوفوا عنده حتى هاد جبنيات صغيورين هكا لي صوص، اولا الا بغيتو تحطوا دي سلاد بحال هكا، كلشي ب 4 ليره. كاينين حاجات اللي كيكونوا كبارين شويه كيكونوا زايدين في الثمن، يعني 5 6، بحال هاد الطبيصلات حتى هو عنده طبيصلات داير ليهم 6 ليره، يعني 7 درهم ونص، 150 ريال ما كاملاش، مهم اورو ولا دولار ما واصلينش. كيف كتشوفوا هادشي كامل ب 6 ليره، يعني اي حاجه عزلتوها من هنايا
هاد النجرات كيف كتشوفوا زوينين بزاف عجبوني، تقالين شويه كيقولوا الجرانيت داير لهم 75 ليره تقريبا واحد 95 درهم اللي هي 10 دولار 8 اورو ونص. كتشوفوا الشكل ديالهم، وهذا عنده لي مول اللي كنا شفنا عند الاخر ب 45 هو داير لهم 50 ليره، يعني واحد الفرق ديال 5 ليره بينه وبين الاخر. يعني حاولوا تدوروا مزيان في السوق باش تشوفوا كاينين الاثمنه يعني مختلفين، تقدروا ميم ارتيكل تلقاو بالحق ما كتلقاوش فرق كبير كاع. عاوتاني حتى التنيجرات زوينين داير لهم 75 ليره هي 95 درهم اللي 10 دولار، زوينين فحال الكبار فحال الصغار نفس الثمن. وهذا حداه كيعيط ب 15 ليره اللي هي تقريبا كيف قلنا 20 درهم 2 دولار يعني ميبا 2 اورو، يعني اي بياس عزلتو بنفس الثمن. هذا داير غير الكيسان والطبيصلات ديالهم كيف كتشوفوا، كتهزوا الكاس اللي بغيتو وكتقلبوا لي على الطبيصل اللي عجبكم. الشكيلات ديالهم فنين بزاف حمقوني، ودير لهم 5 ليره البياسة يعني هي 6 ديال الدراهم تقريبا واحد نص اورو او زيد واحد شويه. كيف كتشوفوا زوينين الشكيلات، يعني دوخوا صراحه الشكيلات ديالهم، يعني الكيسان ديال اتاي التركي. هادو فين تحطوا الكويسات صغيرين، وكاينين الكبار هكا باش تحطوا الطباصل ب 5 ليره تاي تقريبا 6 درهم، كاينين هاد الطويسات ب 10 ليره اللي هي 12 درهم ونص دولار ونص، مرقاق بزاف تردوا البال معاهم دغيا كيتهرسوا يعني فراجيل. وهادو زوينين بزاف ديال السيليكون كيصلحوا فحال هكا الا كانت عندكم شي حاجه محلوله بغيتوا تغطيوها ما عندهاش الغطاء، اولا ديسير دلاح ولا شي حاجه اللي تقسمات هكا على النص بلاص ما ديروا لها بلاستيك ولا هذا كتغطيوها. كاين الاحجام يعني من الكبار للصغار داير لهم 10 ليره اللي هي 12 درهم ونص، وكاينين هادو راه كتشوفوهم ولاو دابا معروفين كتعجني فوق منهم، وكاين فيهم حتى ديك الدائره فاش كتعبري سنتيم. هادو على حساب لا كاليتي، كاين فيهم الغاليين وكاين فيهم اللي رخيص، ما كتراوح ما بين 30 درهم حتى ل 60 درهم على حساب لا كاليتي. كيف كتشوفوا راه هنا كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كليش نبقى نسول على كل حاجه. هادو باش كتقطعي الفخوماج، وهادو هنا رجعنا لهادوك ديال الخشب اللي شفنا قبيله. هاد البلاطو زوينين شي زويقات اللي فيهم حتى هما 15 ليره كاملين يعني 20 درهم، مي هادو ديال الفطور بحال كتحطوا فيهم الكونفيتور وداكشي كيكونوا فيهم 6 ب 35 ليره اللي هي 45 درهم، قول واحد 4 دولار 4 اورو 5 دولار. وهادو كيف قلت لكم قبيله ديال الخشب كاملين ب 15 ليره دايرين لهم نفس الثمن. سولت شحال من واحد كيقول لي نفس الثمن 15 ليره، كانوا في الاول غاليين شويه من دابا رخاصو يعني بالنسبه للثمن ديالهم 20 درهم يعني 2 دولار 2 اورو يعني رخاصين بزاف، وكيجيو في النيدر زوينين كيف كتشوفوا الناس كيشريو منهم، يعني اي بلاصه وقفت عليها وكيكونوا هادو يعني الناس كتشري. كيف كتشوفوا كاين الشكل بزاف، هذا عنده نيت هادوك لي مول، وهاد المول ماشي فحال هادوك اللي وريتكم قبيله حتى هذاك نشوف نيت في الانستغرام زوين بزاف بحال هكا كيتقطع بواحد بواحد وكبير وثقيل، مي غالي شويه الثمن ديالو، قال لي 75 ليره اللي هي 95 درهم قول واحد 10 دولار ولا 8 ونص دولار. وكاينين عنده حتى المقالي هادو ديال لي كريب كيف شفنا قبيله حتى هما قال لي 75 ليره كي كتشوفوا تقالين شويه وزوينين، لا كاليتي ديالهم زوينه. هادو التزيين عجبوني زوينين ب 5 ليره 6 دراهم. كاين حدا تيبيع حتى هادوك ديال تقطع الخضار يعني على الاشكال. وهذا عنده طبيصلات عجبوني، الطبيصلات فحال هكا للدراري زوينين الشكيلات هكا ديال الحيوانات، دير لهم 10 ليره الواحد هي 12 درهم ونص نقول تقريبا واحد الاورو واحد 15 سنت ولا دولار ونص. كيف كتشوفوا زوينين الوليدات مزاج، يعني خاصكم تردوا البال.
كيف كتشوفوا نفس الطابلة من الجهة الأخرى دير لهم نفس الثمن 10 ليرة شوية زايد على الثمنات الأخرين. كيف كتشوفوا هذيك الليمون ولاو دارين بزاف كيعطيو منظر زوين للكيك فغتلقاوهم بزاف. هذا ديال لا بغيتو تسلقوا خضيره ولا هذا زوينين بحال الكسكاس الصغور. كاين يعني عطى الله لو شوا كل واحد وشكيلات اللي عنده. هادي بحال بغيتو تدهنوا شي حاجه هكا بلا ما تضيع تبقى ليكم تماك. بالنسبه للبريردات هما ولاو هكاك ديال الزاج ترونسبارون فين ديري البصله والثومه والبطاطا راه كتشوفوا بالشكل ولاو بالالوان والاشكال. يعني بالنسبه للمايعان راكم عارفين هنايا راه زعما كاين اختيار كبير وزوينين. دول اللي قلت لكم قبيله ديال العجينه اللي ولاو دارجين راه الثمنات ما بين 30 حتى 60 درهم على حسب الكاليتي دي ديالهم وعلى حسب الكبوريه ديالهم. هنا غادي نوقف معاكم سالات الجوله ديال المايعان. كنتمنى يكون الفيديو خفيف طريف عليكم ويعجبكم وتشجعوني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي غادي نكمل لكم الجزء الاخر اللي غيكون على التواب نديروا الخاطر للناس اللي بغاو التواب راني صورت لكم ان شاء الله. كنشكركم بزاف على المشاهده والى فيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.